السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بدور على تولز يعني تكون قوية في انها تعمل هولوجرام، فلقيت التولز ديت ولقيت ان في شوية مزايا فيها، زي انها بتشتغل على اليونيتي. طب انا مبشتغلش على اليونيتي، بتشتغل برضه على الانريل. انا بحب البلندر، موجودة برضه ويب اكس ار لايبراري، جراس ستوديو سوفت وير داونلود ممكن نحملها لو انت عندك 2 دي حولها في 3 دي. فلقيت فيها شوية امكانيات ممتازة، ان شاء الله نبدا نجربها ونبدا نشاركها معاكم باذن الله. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل داونلود ويتحمل التول زي ما انت عايز، بحيث تقدر ان انت تعمل الهولوجرام، وتقدر تحمل الهولوجرام وتقدر تعمل الهولوجرام عندك. ممكن شخص معين يبقى قدامك موجود وتقدر انت تشوفه من جميع الزوايا. ممكن المباني نبدأ ندخل التقنية ديت.